كما منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني رجل الأعمال الفلسطيني رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية الدكتور طلال أبو غزالة في حفل إفطار حضره حشد من الشخصيات وممثلي الأحزاب الفلسطينية. واستعرض رئيس المنتدى طارق عكاوي نشاطات وبرامج المنتدى ودوره في تطوير العلاقات اللبنانية الفلسطينية. وكانت كلمة للسفير الفلسطيني الدكتور عبدالله عبدالله أشاد فيها بصفات المكرم. وفي لقاء خاص لقناة الجديد على هامش حفل التكريم أكد أبو غزالة على أهمية العلم والمعرفة في انتصار الشعوب، وتطرق إلى قضية الدولة الفلسطينية مشددا على أن الاحتلال سينتهي. أنا بالنسبة لي الدولة الفلسطينية قائمة وهي دولة تحت الاحتلال، يعني أنا ما الإجراءات، هذه الإجراءات إجراءات مهمة ومفيدة لأنها تبرز الحقيقة، بس الحقيقة أنا بالنسبة لي ما في إسرائيل، في فلسطين، وفلسطين هي تحت الاحتلال، والاحتلال مصيره أن يزول، ليس هنالك احتلال في التاريخ لم يزول، سواء اعترفت الأمم المتحدة أم لم تعترف هذا الاحتلال سينتهي، لأن كل احتلال في التاريخ انتهى. ومن أهم ما يؤدي إلى هذا الإنهاء لهذا الاحتلال هو أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري. تعرف أعلى نسبة معرفية في الوطن العربي في استعمال الإنترنت وين؟ بفلسطين تحت الاحتلال في الضفة وفي غزة. مستوى العلم والمعرفة الإلكترونية أعلى نسبة في الوطن العربي ومن أعلى النسب في العالم. وفي ختام حفل التكريم قدم عكاوي درعا تقديريا للدكتور أبو غزالة.